بعد الأزمة الخطيرة الكوفيد 19 وكنا تكلمنا عن هذا الموضوع في الأيام الأولى لهذه الجائحة التي طالت بلادكم، وأود أن أكرر لكم دعمنا وتضامننا. ومعا تحدثنا عن عدة مشاريع تعاون في هذا المجال، مشاريع عملية لنكون إلى جانب تونس والشعب التونسي. أود هنا أن أعبر عن إعجابنا واحترامنا بتصميم الذي اتسم به عملكم ومقاومة الشعب التونسي لهذه الجائحة، وكذلك إرادتنا في العمل معا. فرنسا مع دول أخرى تمكنت من إطلاق مبادرة التي تسمى بأكتا لتسهيل الوصول إلى العلاج وإلى الفحوصات والاختبارات وكذلك اللقاح عندما يتم اكتشافه، وطبعا كل هذا يعزز من علاقاتنا الثنائية. أود أن أشيد بالرئيس قيس سعيد، وهو رجل قانوني ونزيه ومتفاني في خدمة الشعب التونسي، وعن شخصه أود أن أشيد بتونس الديمقراطية والتونسيين الذين يحيون اليوم مثل العدالة والحرية التي أوحت ثروة 2011. وأود أن أكرر لهم احترامي وثقتي ليواصلوا على درب الوحدة والاستقلال والسيادة التي اختاروها لأنفسهم. أنا أعرف أن هذا يحتاج الكثير من الشجاعة والتصميم، ونحن إلى جانبكم. نحن إلى جانبكم في عدة مشاريع. فرنسا سوف تستمر في تقديم دعمها الكامل لتونس في مجال الصحة، وذلك عن طريق تدريب وتأهيل العاملين في المجال الطبي وبناء المؤسسات صحية مثل مستشفيات قفصة وبوزيد، وكذلك لدعم النشاط الاقتصادي. وقلت للرئيس سعيد أن فرنسا سوف توفر قرضا جديدا بقيمة 350 مليون يورو لتونس في إطار التزاماتنا بحدود 1.7 مليون يورو حتى 2022 للعمل في مجالات الصحة والتدريب وعمالة الشباب، وهي تعتبر أولوية. ولقد تناولنا أيضا بعض الأفاق الأخرى، حيث يمكن للتعاون بين بلدينا أن يترعرع، وهي أساسية للشباب التونسي. ولقد تحدثنا معا عن الوضع الإقليمي ومخاطر المرتبطة بالتطورات الأخيرة في الأزمة الليبية. فرنسا وتونس معا تطلبان من الأطراف المتقاتلة أن تتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحترم التزاماتها في إطار ما تقرر في الأمم المتحدة لإعادة أمن الجميع ولتوحيد المؤسسات الليبية والبدء بإعادة البناء لمصلحة كل الليبيين. هذا هو الموقف الذي كنا تبنيناه نحن الاثنين، ويمكنني أن أقول أن التزامكم هام جدا في هذا الموضوع. الدرب صعب ويحتاج من كل طرف أن يتحلى بحس المسؤولية وأن تتوقف التدخلات الخارجية والأعمال الأحادية من كل الذين يزعمون تحقيق مكاسب ومواقع جديدة بفضل الحرب. وأنا قلت بوضوح كبير للرئيس أردوغان، أنا أعتبر اليوم أن تركيا تلعب في ليبيا لعبة خطيرة وتنتهك كل التزاماتها بموجب مؤتمر برلين. ونفس الكلام قلته بعد ظهري اليوم في حديثي مع الرئيس ترامب، لأن الأمر يتعلق بسلام بأمن ليبيا وجيرانها والمنطقة وأوروبا. تونس هذا العام عضو في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وأنا أعرف حرصكم سيادة الرئيس على هذا الموضوع لكي تمارس تونس ولايتها كاملة. وهنا أيضا سوف نعمل معا، وأود أن أحيي التزامكم سيد الرئيس لكي ينعقد المؤتمر 18 لمنظمة الفرنكوفونية في تونس في 2021، سيكون احتفالا بما يجمعنا اللغة الفرنسية والتأكيد على قيمنا المشتركة والتزاماتنا بمواجهة التحديات الكبرى لعالم اليوم معا. وأتمنى لكم الشجاعة لتنظيم هذا الحدث، وسوف نكون طبعا إلى جانبكم لدعمكم مع منظمة الدولية للفرنكوفونية. هذا ما أردت أن أقوله على إثر هذا اللقاء. وقبل أن ننتقل إلى
أو نذهب للقاء مدعوين. أود سيادة الرئيس أن أكرر لكم الصداقة، صداقة الشعب الفرنسي للشعب التونسي ولهذه المصائر المشتركة التي تغذي هذه العلاقة، وامتنان لوجودكم مساء اليوم في باريس معنا.